السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 1/4/2021 بدء صرف معاشات إبريل والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس. خليكم معانا في الخبر الجديد دوت. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الخميس 1/4/2021 صرف معاشات شهر إبريل إضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس. وسيبدأ الصرف للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن الصرف بداية من صباح اليوم، على أن يصرف باقي الدفعات تباعا وفقا للتقسيم المتبع منذ بداية أزمة فيروس كورونا. ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم عبر بطاقة الصرف الآلي أو كارت ميزة ما مكان قيمة استحقاقاتهم دون التزام بالموعد المحدد. ويحصل المستحقون من أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس على آخر دفعة من متجمدات هذه العلاوات مع معاش هذا الشهر حسبما أعلن سابقا. وكانت الوزارة ضمت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو الماضي، وقسمت الأثر الرجعي للمعاش على 4 دفعات بدأت في يوليو وصرفت بقيمة الدفعات في شهر أكتوبر ويناير الماضيين، وستكون الدفعات الأخيرة في معاش شهر إبريل. وكل عام وأنتم بخير.